اهلا بيكم مرحبا وحلقه جديده من برنامجكم طبخه ونص. هعمل لكم النهارده فيليه سلمون بصوص الليمون والتكه بقى اني حطيت له شويه بابريكا مع الصوص، هيبقى لطيف جدا وهيعجبكم خالص. طيب الاول هنعمل ايه؟ معايا السلمون ومعايا ليمون ومعايا زبده ودقيق ومعايا البابريكا وفلفل ابيض، معايا شرايح ليمون وكيبر، الكيبر اللي هو ده اوكي، وشبت. تمام يلا بينا نشتغل. نعمل ايه بقى؟ هناخد الاول شويه زيت زيتونات هكذا اوكي. طيب وبعدين هناخد حته زبده اوكي، سايح الكلام ده، واخد السمن من ناحيه الجلد كده واحطه هكذا. هنستنى بقى كده ايه لما السلمون لونه يفتح لغاية التلت تقريبا. ما بياخدش وقت على طول. نشيل ده ونجيب ده اوكي. اوكي وبعدين هاخد ده السمن ارفعه وبعدين هنا احط شويه دقيق كده معايا ده حوالي ايه ملعقه صغيره اوكي. وبعدين انزل بعصير الليمون ونقلب. استنى بقى لما يتقل هنديله شوية ملح وشوية فلفل أبيض والبابريكا ونقلب. وبعدين هاخد ده هكذا سخنها شوية وبعدين هاخد السمن وأصب عليه شوية صوص
وادخله تحت الشوايه. بس يلا نطلع فاصل ونرجع على طول، يكون الدنيا بدا يحمر حمار لطيف كده ونقدم. ابقوا معانا. اهلا بيكم بعد الفاصل، نطلع بقى الحدوته. جميل جميل. اوكي يا ولد، نغرف بقى. ناخد بقى كيبر وشوية شبت نونة ونقلب. أوكي. يلا بينا معلقة. أقول لكم ألف هنا وشفا، وأشوفكم في حلقة جديدة من برنامجكم طبخة ونص. ابقوا معنا.